من عجيبة بمرسى مطروح بنرحب بحضراتكم وأهلا بكم في دراديشي والجزء الثاني من أطفال نطقوا في المهد. والنهاردة هنتكلم عن قصتين منهم. بذكر حضراتكم بالمتابعة والتعليق واللايك والشير، ويلا وعلى خير نبدأ دردشنا. في قصتنا الأولى جنين هيتكلم من بطن أمه. القصة صاحبها هو جريج العابد الراهب، وهو شخص مؤمن من بني إسرائيل. جريج كان راجل ملتزم وعنده صومعة فوق الجبل بيتعبد فيها بعيد عن الناس، رام الدنيا ورا ظهره. في يوم راحت له أمه عند الصومعة وندهت عليه وقالت له: يا جريج يا جريج اطلع كلمني. كان وقتها جريج بيصلي، فاحتار في انه يكمل الصلاة ولا يقطع الصلاة ويطلع يكلم أمه، فقال: ربي أمي وصلاتي، وكمل صلاته وما ردش على أمه. فراحت أمه مرة تانية وندهت عليه وقالت: يا جريج اطلع كلمني. فبرضه كان بيصلي، فقال وهو بيصلي: ربي أمي وصلاتي، ربي أمي وصلاتي. اتكرر الموضوع تاني، وأمه راحت له مرة تانية وندهت عليه وقالت: يا جريج اطلع كلمني. لكن المرة دي كالعادة جريج ما ردش عليها وقال: ربي أمي وصلاتي. هنا أمه غضبت عليه رغم أنه كان بيصلي، فراحت داعية عليه فقالت: يا رب ابتليه بالمومسات قبل ما يموت. وكان في البلد دي بنت بغي منحرفة، ناس سلطوها على جريج، فهي راحت له وعرضت نفسها عليه وحاولت تفتنه وتراوده عن نفسه، لكنها مفلحتش. أكتر من مرة هو استعصم بربه. البنت دي فعلت الفاحشة بعد كده مع راعي غنم جنب الصومعة بتاع جريج. بعد فترة بانت بطنها، فلما شافوها أهل البلد سألوها: اللي ببطنك ده منين؟ فقالت: ده من جريج العابد. راحت الناس جمعوا الفؤوس والعصا والشوم وراحوا عند صومعة جريج، وكان هو بيصلي جوه الصومعة بدأ يكسروا عليه الصومعة وينادوا عليه ويقولوا له: اطلع لنا اطلع لنا كلمنا. فلما طلع لهم عشان يشوف في ايه، راحوا ربطينه بحبل حوالين رقبته وربطوا البنت نفس الحكاية، وقعدوا يلفوا بيهم في البلد، اهنوه وسبوه وضربوه. فسألهم وقال لهم: انا عملت ايه انا عملت ايه؟ فقالوا له: انت مش غلطت مع البنت دي؟ تقدر تنكر؟ عامل لنا فيها عابد، اتاريك مخادع وكذاب. وفضلوا يشتموا فيه ويضربوه، فطلب منهم انهم يدوله فرصة علشان يصلي، فادوله الفرصة وخلوه يصلي. في اللحظة دي كانت المعجزة العجيبة، قام جريج وقف قدام البنت وراح حاطط صباعه على بطنها وضغط ضغطة خفيفة على بطنها مستعينا بالله وباسمه الأعظم، وقال للجنين بيخضبه وبيقول له: يا غلام من أبوك؟ فقال الجنين: أبي راعي الغنم. ذهلت الناس وطلبوا منه أنه يسامحهم ويستغفر لهم الله. الناس لما سمعوا صوت الجنين في بطن أمه بيتكلم بقوا في حالة تعجب، فندموا على اللي عملوه واعتذروا لجريج وقعدوا يبوسوه ويتمسحوا فيه ويتأسفوا له، وقالوا له: حنبني لك صومعة جديدة، صومعة بالذهب وبالفضة. فقال لهم: لا، ابنوها من الطين زي ما كانت. طبعا مهمة جدا تعرف السبب الرئيسي من القصة، وهي اللي فيها أكبر عظة، ألا وهي غضب الأم. أم جريج لما ندهت عليه وما ردش كان بيصلي، مش مشغول بحاجة تانية غير العبادة، لكن لما هو فضل اختيار إنه يبقى مع الله ويكمل الصلاة غضبت أمه ودعت عليه بالابتلاء بالفضيحة، فكان ده سبب اللي حصل له. لكن أمه لما سمعت بالفضيحة وإنه متهم بالزنا عرفت إنه بسبب دعوتها، وإن دعوتها اتقبلها الله فما هنش ابنها عليها، فدعت الله إنه يرفع عنه البلاء ويظهر الحقيقة، وظهرت الحقيقة على لسان جنين في بطن أمه. بعد القصة دي أنا بطلب من حضرتك إنك تصلي على رسول الله علشان نبدأ القصة التانية، والقصة التانية اللي هقولها دي برضو رواها النبي عليه الصلاة والسلام زي القصة الأولانية اللي أنا قلتها. في يوم كانت واحدة ست بترضع ابنها وهي قدام بيتها، مر شخص باين عليه الهيبة والعز والأبهة والفخفخة، كان راكب على دابة متزينة
كأنه ملك عظيم في موكب. الأم لما شافت كده انبهرت براكب الدابة، فتمنت ان ابنها لما يكبر يبقى زي الراجل ده، فقالت يا رب اجعل ابني يكون زي الراجل ده. وكان ابنها لسه ماسك صدرها بيرضع، فراح الولد ساب صدرها وراح ناطق بقدرة الله وقال اللهم لا تجعلني مثله. وبعد ما قال كده رجع تاني يمص في صدر امه. الام ما بقتش مصدقة ايه ده. بعدها بشوية فات ناس قدام الست وهي لسه بترضع الولد، والناس دي كانوا مسكين جارية بيضربوها في الشارع وبيقول لها الويل لك يا زانية، الويل لك يا سارقة، وهات يا ضرب ويا شتيمة في الجارية. وفي عز ما الجارية بتضرب عمالة تقول حسبي الله ونعم الوكيل أنا بريئة. لما الأم شافت المنظر ده والجارية دي عمالة بتتهان وبتتبهدل كده، راحت داعية الله وقالت يا رب لا تجعل ابني مثلها. فراح الولد ابنها ساب سترها ونطق تاني من جديد وقال اللهم اجعلني مثلها، ورجع بعد ما دعا يمص في صدر امه. طب ازاي؟ الام كانت بتدعي ان ابنها تشوفه احسن واحد في الدنيا وما ترضلوش اي اذيه، انما الله هو بس اللي عالم بالغيب. ففي الدعوه الاولى الولد طلب من الله انه ما يكونش زي الراجل اللي كان باين كانه ملك عظيم، وده لأن الراجل ده كان راجل ظالم وجبار وكافر. أما الجارية فكانت مسكينة ومظلومة وبريئة من التهم اللي هم كانوا بيقولوا لها عليها، لا هي زانية ولا هي صادقة. القصة دي الحكمة والعظة منها إنك تكون متأكد وعلى يقين إن الله سبحانه وتعالى هو اللي بيختار لنا الخير والأصلح، والإنسان لما بينبهر بحاجة قدامه بيفتكر إن دي أفضل حاجة، فممكن يكون شر له والشر نهايته معروفة. دراديش خلصت حكايتها النهاردة، وبإذن الله الحلقة الجاية هنكمل مين تاني نطق في المهد حسب ما جاي في الروايات المختلفة. بس قبل الختام كل رجاء من حضراتكم إنكم تعلقوا على الحلقة دي بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وما تنسوش متابعة دراديش والتفاعل باللايك والشير، ونتقابل بإذن الله على خير. كان معكم ضياء حتة، والسلام عليكم.